السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير صافا. نتمنى يكونوا اموركم مزيان، نتمنى تكونوا بالف خير، ونتمنى التوفيق لجميع الاخوان اللي خدامين في هذا الوقت هذا. نتمنى لكم يكون احسن عام ان شاء الله. كما كتعرفوا قدرت عليكم يعني شحال هذه ما بقيت حتى لا شي فيديو. كما كتعرفوا حنا راه دابا في وقت يعني في وقت التزاوج. انا بديت في الاول ديال شهر واحد بديت هذاك الشيء علاش غبرت عليكم. راك عارف يا الله كنعطي الوقت ديالي للطويرات. اليوم جيت نشارك معكم. بزاف الناس شفت في هاد الايامات في الفيس يعني الفيسبوك كيقولوا كيموتوا لهم الطويرات، كاين اللي كيموت ليه الفرخ يعني ما كيعرفش علاش مات، يعني ما كتكونش فيه لا نقطه سوداء لا والو، الطائر كيموت. جيت نقول لكم راه كاينين بزاف ديال العوامل اللي غيخليو الفرخ يموت. يعني كما كنعرفوا يعني البيض النتوه يعني ملي كتبيض البيض يعني راه كما كنعرفوا يا اما كتبيض متابعه يا اما كتبيض نهار ونهار لا على حساب كالسيوم. يعني اخي ما غتخسر والو، يعني من الاحسن غادي دير البيض ديال البلاستيك يعني باش النتوه ملي تبغي تقص البيض في خطره باش ما يوقعش لك واحد المشكل ديال الفراخ اللي تزادوا هما الاولين يغوفلوا على الفرخ اللي تزادوا الاخر. هذاك الفرخ ما كيقدرش يبقى ياكل، يعني ما كيكافحش باش يطلع عند الموت وكلو، يعني كيقدر يموت، يعني كيعيشوا لك هذوك الجوج ولا ثلاثه والرابع اللي كيتزاد ليه الاخر كيموت. جيت نقول لكم يعني راه احسن طريقه هي هذه، ديروا هذا البيض ديال البلاستيك راه معروف في السوق. شوف هذا البيض ديال البلاستيك انا هو باش كنخدم، يعني حتى كنجمع كنحيد البيض حتى كتوقف النتوه على ما كتبقاش تبيض. هذيك الساعه كنحيد البيض ديال البلاستيك وكندير البيض الحقيقي، يعني باش ملي تقص البيض في نهار واحد وما يكونش عندك المشكل. وبالنسبه الى بغيتو الى بغيتي تهنى الى بغيتي تهنى وتعاون الفراخ يعني وتعودهم دغيا من العش، ما يعني ما تطولش في المده ديال المهم تبقى توكلهم، بالاخص الا ما كانتش عندك يعني الام والاب يعني صلاحين كيوكلوا الاولاد. وكاين بعض المرات كتبقى النتوى صلاحه كتلقى الذكر ما صلاحش. جيت نشارك معكم يعني هذا المنتوج هذا هو باش كنخدم انا للاولاد، راه ديال فيرسيل لاغا كما كتشوفوا. انا راه ماشي كندير اشهار للشركه ولا هادي، انا هذا خدمت به وجربته راه تبارك الله راه فعال وفي جميع الفيتامينات للوليدات. راه الثمن ديالو حتى هو رخيص، يعني راه ما غاليش، راه كما كتشوفوا الثمن ديالو رخيص راه ما غاليش، يعني كيدير 150 درهم. والطريقه ديالو طريقه الاستعمال ديالو راه ساهله، كتلقى واحد الورقه كاينه الداخل غتقراها راه كيقول لك مثلا درتي معلقه كدير 5 معالق ديال الماء، في الاول كدير 6 معالق ديال الماء ومعلقه ديال البرودوي، الغديه كدير معلقه ديال البرودوي 5 ما حدك حتى غادي وكتنقص كتوصل 3 المعالق وكتعطي للطويرات ديالك كياكلوا. راه مهم كما كتشوفوا ها هو، يعني ها هو انا ديجا مصايب الفريخات باش نعطيه ليهم. كما كتشوفوا انا غادي نجيب البره، ها البره باش كنخدم انا، هي هذه بره عاديه ديال البلاستيك كما كتشوفوا، راه طريقه سهله تعمر البره ديالك باش الفريخات ياكلوا. يعني راه عندي الفراخ ضاربين كما كتشوفوا، راه في الاول كيكون جاري ولكن مع المده ملي كتبدا تنقص الماء راه كيبدا يعقد شويه كما كتشوفوا. كنعاونوا الفراخ صافي كتعاونهم، يعني ماشي تبقى توكلهم ديما، غير مره في النهار كتعاونهم باش ينزلوا الغيا، حيت الا مشيتي تبديتي الا بديتي كتعطيهم يوميا راه النتوه كتعجز ما كتبقاش توكل الوليدات. يعني هذا ما ساهل ما صعيبش هذا الشيء كما كتشوفوا. ها هي البره عامره، انا غنجبد معكم تشوفوا الوليدات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كما كتشوفوا. ها هما
ها هما الوليدات كيما كتشوفوا شتوهم. بسم الله تبارك الله. بسم الله هو كلين غير انا غني. بسم الله زين زين هاهي كاين فوق هاد الطبق الماكلة كاين فوق هو كلين على شبعان هاهي كتاكل من عندي كيما كتشوفو زين هما واكلين يعني شي تبارك الله يعني هما الطيور عندي انا عندهم تقريبا 13 يوم يعني كما كتشوفوا عندهم 13 يوم راهم تبارك الله يعني دغيا وقفوا وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. كما كتعرفوا فهاد الوقيته راه بنادم كيغبر راه طايح في العوام بنادم راه مقاتل مع الطويرات ديالو وكنتمنى لكم التوفيق كاملين وكنتمنى للجميع ان شاء الله يكون عام زوين وعام يعني يكون خير للجميع كاع الناس وكنتمنى اللي اول مره شاف لا فيديو ديالي يتابع في القناه ويدير جيم القناة واللي عنده شي سؤال يكتبو في الكومنتير تحت راه نجاوبو ماشي مشكل انا كنقرا الكومنتيرات ديال اي واحد وكنتمنى من الله اي واحد يعني متوفر ليه باش يشري هذا راه مزيان وفيه جميع الفيتامينات وراه مزيان للطيور وراه تبارك الله كاين الفرق انا بالنسبه ليا خدمت بيه راه كاين الفرق وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يخيبكمش ونشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر الى غبرت عليكم راه كما قلت لكم راه مع تمانه ومع الفراخ يعني صعيب باش غادي جوج د الحوايج غتعطيهم الوقت كامل شويه صعيبه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا رب والى اللقاء فرصه قادمه.